إعلان بشرى سارة. يعلن مصرف الخليج التجاري عن إطلاق خدمة دفع رواتب الوزارات والشركات عن طريق الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المصرف ماستر كارد. فعلى الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام والخاص الراغبين دفع رواتب موظفيهم عن طريق هذه الخدمة مراجعة مصرف الخليج التجاري الإدارة العامة بغداد مقابل بدالة العلوية، أو مراسلتنا على الإيميل golfbank@gcb.iq مع التقدير. الوسيط ميديا، الوكيل الحصري لإعلاناتكم على قناة الرشيد الفضائية، بغداد، المسبح، هاتف 0780-5-0-6-0. قناة الشعب. استاذ انا عندي طفل من عمره شهرين عنده فتحه رباعيه بالقلب. نعم. اراجع وزاره الصحه. نعم. يقول الميزانيه ماكو. من عمره شهرين صار عمره 3 سنوات وهم ما بسفري. نعم. لحد ما مات الطفل مستشفى العلويه. نعم. يعني انتهى الطفل اروح اراجع يقول لي راح احاول لابن البيطار، ابن البيطار لابن النفيس، وراجع ما حد ما لحد ما الطفل 3 ايام 3 سنوات من عمره شهرين لحد عمره 3 سنوات اراجع بوزاره الصحه يوميا يقول لي باكر ميزانيه بعد ما مقرر الميزانيه بعد ما مقرر لحد ما انتهى الطفل ومات وراها يقول لي طلع السفر. قلت له قال لي شو تحب يعني توجه انت شكوى؟ وقلت له بس سفر هاي الاطفال اللي مرضى اللي قاعد تموت بالالاف وتراجع له يقول لك ها الميزانيه بعد ما مقررينها. هذه يا ميزانيه اللي مقررينها. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو مطالبك اليوم؟ والله طلب بعد صدور تقرير الموصل وهذه اللي صورة قدامك هاي رموز الخيانة اللي دخلت داعش العراق وسوت لنا كارثة والآن شبابنا كلهم بالجبهة يقتلون بسبب هؤلاء الفاسدين. لذلك أطالب بمحكمة عسكرية سريعة لمحاكمة هؤلاء ويأخذ جنازاتهم العادل. لا يجوز محاكمة هؤلاء بوجود الفاسد متحف المحمود. لا يجوز حسبتهم إلا بقيادة متحف المحمود. هذه ثورة مستمرة على جميع الفاسدين عسكريين والمدنيين. لا تقريبا قناة جيدة ولها صدى جماهيري كبير وتمنى تسير على نهجها المستقل بدون ضغوطات سياسية وهذه محسوب لها هي والبغدادية وبعض القنوات الجيدة. نشكر الشرقية نشكر سعد عاصم الجنابين. وعليكم السلام. الله يسعدك. وياك ماي تغطيه المباشره من سالفه التحرير. شنو مطالبك اليوم؟ احنا من خلال قناتكم نريد نوصل صوتنا لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحه. نعم. احنا التحقنا العام شهر السادس للجيش. ومن العام شهر السادس ولحد هاي اللحظه صار لنا 14 شهر بدون راتب. كلها مواعيد كذب بكذب. باكر عقبه زين اصحاب عوائد صار لنا 14 شهر. من يقبلها؟ وهاي اوامر رئيس الوزراء. هذا امر رئيس الوزراء بصرف الرواتب. عسكريين احنا رواتبنا هاي امر رئيس الوزراء صرف الرواتب بس ما حد ينفذ رئيس الوزراء.
زين الشعبي على وزاره الدفاع. زين احنا رجعنا هيك، فاحنا من خلال قناتكم بدنا نوصل صوتنا لين راجعنا ورحنا، اريد احد يستقبلنا يعرف قضيتنا شنو، ما حد يدري بي يا اللي تروح لك مو يمي. فاحنا من خلال قناتكم نوصل صوتنا، ماكو بعد بس القناه مالتكم نوصل صوتنا. قناتكم اليوم الله يوفقك والله جيده وبارك الله بكم، الله يوفقكم ان شاء الله. زين اول ساعه للنداء مال المرجعيه احنا التحقنا بالجيش ورجعنا هيبه الجيش بعد ما سقطت مدن، وهسه لنا سنه وثلاث اشهر كل ما عند قباب يقول احنا ما علينا احنا مداومين لحد الان. فرقه 11 لواء 42 فوج الثالث بالقرمه الضابطيه الشيخ عامر شاركنا معاه معارك، قدمنا شهداء وجرحى ويعني لحد الان. السلام عليكم. نقول للسيد رئيس الوزراء، نقول للسيد رئيس الوزراء كافي حزم، هاي الحزم يوميه ما تفيدنا، ما هم اخترقونا 100 مره، شو يصير احنا اذا نخترقهم مره واحده؟ شجره الحنظل مذبتين مذبتين، كافي من هذه، لانه هذا الدستور مخترق ملغوم. البرلمان فتشي سوري ما يخدمنا، يعني حتى اذا يجي مره اخرى برلمان ما نريد قوائم، نريد برلمان مناطقي احنا نختاره احنا نعرفه. انا ما لي، انا كلهم ما اعرفهم، انا بعمري هم ما سامع بهم، ذولي كلهم اجانب يعتبرون، طالما انه عنده جنسيه اجنبيه فانه اجنبي. ارجع لي له شو زباري، شنو شو زباري؟ يقول العراقيين كلهم ياكلون بلاش، احنا ما ناكل بلاش، احنا ناكل بتعبنا وكدنا، هو اللي ياكل ببلاش. اياد علاوي يقول المنصب والحذاء، عوفه شو يسوي اذا هو والحذاء؟ جبر صوراك يقول اذا نازلين مليون احنا والتيار ننزل مليونين او ثلاثه، زين احنا عندنا حرب وياكم؟ احنا ما عندنا حرب وياكم. حكومه فاشله يجب ان تتغير، صدقني اكو بلدان وحكومات تجدي لشعوبها، وهي امامك الاردن من الملك حسين، من الملك حسين الى ابنه يجدي وعايش، وهاي حكومه تقفص على الشعب. صدقني ام كلثوم احسن من العتوب، تغني وتطل مصر بحرب 67 وبحرب 73، جابت الدول العربيه كلها وطت فلوس لمصر اشرف من العتوب. رسالتك احنا نوصلها عبر قناتك قناه رشيد الفضائيه، وان شاء الله نوصلها. اشكرك. تحب توجه رساله للرشيد اليوم؟ والله اشكر قناه الرشيد السباقه بنقل الحدث، اني نشكرهم جميعا من مقدمين الى ناس اللي بساحه الى عاملين الى فنيين الى كل قناة الرشيد الشريفة. حبيبي انت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو مطلبك وشلون تشوف الرشيد؟ والله احنا نطالب باصلاح القضاء، اول مطلب اصلاح القضاء، لان اذا فسد القضاء فسد ذمة الناس. البرلمان يقولون لنا لا تطالبون باسقاط البرلمان، البرلمان حنطالب باسقاط البرلمان ليش؟ يطلعون برلمان يقول لا، البرلمان من يشرع القوانين؟ القوانين يشرعها الشعب مو البرلمان، البرلمانيين من يستقيل او ما ينجح بالانتخابات يروح يصير مستشار، اذا صار مستشار راح صار بمجلس بلدي. فاحنا يعني الشعب خما يظل هيك يعني تعبان، اموره تعبانه، فاحنا نطالب باصلاحات. رئيس الوزراء حيدر العبادي المفروض يسوي اصلاحات، اصلاحات مو يعني اصلاحات سياسيه بس، احنا نريد شو نسوي؟ نريد يسوي اصلاحات قضائيه يفعل القضاء والدستور، اعاده كتابه الدستور من جديد، هذا اهم شيء، اهم مطلب. راح نوصل. شلون نشوف الرشيد وياك؟ والله قناه الرشيد القناه السباقه، وهاي ثاني لقاء قناه الرشيد ان شاء الله. ان شاء الله. والله يحفظها ان شاء الله ويديمها دخل العراقيين. احنا تحت ظل العلم الان شباب، مجموعه من شباب العراقيين يرفعون العلم العراقي، نحن اليوم تحت العلم. شو تحب توجه رساله؟ طبعا اوجه رساله للاستاذ العزيز الدكتور حيدر العبادي. نعم. صحيح سوى اصلاحات، بس اكو ثلاث مطالب. نعم. الشعب يعني يضر عليها بصراحه، خلينا نكون واقعيين. اول شيء الدوائر الزايده بالدوله هو صح يقضي عليها بس بصوره غير مباشره. نعم. يعني احنا هسه نشتغل بوزارات ونعرف شغلات الوزاره، دوائر المفتش العام كل الوزارات لا هي مطيها صلاحيه وتربط بهيئه النزاهه ولا هي حاليه، لان عقده يعني ظاله مفصليه بين هيئه النزاهه وبين النداء العام، وهذا فهاي هم تركب يعني علاقتها ويا الوزير مهما كان لازم يسوي لها شاره. يعني دوائر المفتش العام 3-2 عندك مجلس النواب بالدستور، مجلس النواب بالدستور هم اللي خلوه
اثنين نواب ماكو لوجبه واحده لدوره واحده فقط، يعني ايش حجب حاطين واحد سن واحد شين؟ هذول هم زي يسوون الطائفيه، يعني هذول الاثنين اللي جايبين رئيس البرلمان منتخب الشعب خلاص واحد. الدوره الاولى قالوا هذا خلوه واحد، الدوره الثانيه، الدوره الثانيه ايش قالوا؟ قالوا اللي لدورة واحدة فقط، هسه استمروا بها، لأن هم يحسسون طائفية، حيدر العبادي يطلع كافة الوزراء، ما يريد وزراء بعد، وثاني 15 وزارة، وزارة النقل يربطها ويا المواصلات، المواصلات يربطها ويا النقل، وزارة كبيرة وزارة النقل يعني لها دور فعال، يربط اتصالات بها، وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية، يربطها ويا الزراعة، يعني احنا اللي ما نعرف، زين، زين عندك ثلاث وزارات بعد تربط شنو 22 وزارة هذول مأذي. شوف هسه اليوم بكركوك سووا مظاهرة على قطع الطريق مال بغداد، يا بليش وطلع وزير مالتهم وحقوق الإنسان بياتي، لك وين لقيته؟ اليوم طلع واحد مثلا من الوزارة بس شوية استيطاها، يعني هسه هم ايش يسوون؟ ايش يسوون؟ يعني إذا طلعت كتلة طلع وزير، عم طلع الوزراء كلها دمروا للبلد زين السراق، شنو هاي مسألة المهزلة؟ مهزلة أخي هاي خطية، هو الرجال وحده. طبعا أنا أوجه شكري لقناة الرشيد، أنا اعتبار يعني ثلاث قنوات عندي، طبعا راح أحكي لك على قناة العراقية ما تمثل الشعب، أنا أحكيها قدام الأمة كلها. لا 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 عمي ماذا تطلع؟ ماذا تطلع؟ ليش جامل أنت؟ ليش بتجامل أنت؟ ماذا تطلع العراقية؟ ماذا تطلع؟ العراقية مو الشعب هاي، ماذا تطلع المظاهرات؟ مظاهرات ما تطلعها العراقية؟ كل يا اللي تحكي ما طلع العراقية، العراقية الريد قناة، لا الريد قناة الشعب وحدة طلعنا، قناة خاصة، قناة خاصة نطلب من العبادية، قناة خاصة احنا نطلع المتظاهرين، احنا نقول له هذا الفاسد هذا مو فاسد. لا الرشيد عميد طلع، الرشيد طلع هنا بغداد طلع، اكو يعني اكو قنوات لا تطلع، طلعوا الشعب، خلي نشوفه، خلي نشوفه حيدر العبادي، خلي نشوفه ما ذاك الشعب. اقول لك اكو شغله، صور المسؤولين بس اعطيني مجال، بس اعطيني صور المسؤولين ايش يقولون؟ يعني ايش يقولون؟ السلام عليكم. السلام عليكم يما، عليكم هذا سند، هذا سند، هذا سند نور المالكي لاختي صاحبة ايتام. نعم. لما ما رحنا هاي قالوا هذا سند وهمي، وانا اشكر قناة الرشيد وعندنا مطالب وهي الغاء الدستور. نعم. ما نريد الدستور. نعم. ما نريد البرلمان. ما نريد 22 وزارة، 10 كافة علينا، 10 كافة علينا، مجالس البلديات المن حاطينها؟ ست اشهر ياخذ له تقاعد مليونين، تقبلون مجالس المحافظات مع شيش بيها الحرامية واصحاب العقود، احنا شعب نريد بس لقمة، كل شيء ما نريد، نريد بس ناكل. العباد خوش هادمي ودا يمشي بس ما دا يمشي صحيح، دا ياثرون عليه لا يتردد، ما دام المرجعية سيد علي اليوم اطا دعم، اطا دعم سيد علي، ما بطلع على ابن ابي طالب، طلع علي الخوارج على ابن ابي طالب، بس هو طلع ويا المرجعية، وانا اشكركم السلام عليكم قناة الرشيد. جينا من هناك سالين صور ما وزراء ما كلهم يشقون هناك قوات الامنيه يشقون الصوره، ليش يشقون الصوره؟ فاحنا نعرفهم هم وين يروحون، يطيرون نلزمهم. بعدين عباس البياتي، بس سيده شلون يستنسخ المالكي؟ شلون انت وين شفت عباس البياتي؟ شنو تاريخك انت؟ هاي كلها طلعها، دير بالك ما تطلعها. لا احنا قناتكم، احنا الريد قناة الشعب تطلع لنا على عباس البياتي يستنسخ المالكي. شنو هو المالكي؟ يعني جبيب وصي من فوق، هذا يقول نبي، هذا يقول دولة جماعة السهم، هذا يعني احنا نريد المالكي خليه يطلع لنا يقول يابا شلون طلع على المسار؟ طلع على المسار يقول هذول فقاعة، دولة مدفوعين الثمن، اريد وين السعودية دفعت لنا؟ وين السعودية؟ ها كلها سني شيعي، ما حد يقول لك انا سني شيعي من يا ما عندك. وهاي الصور قل له دول القوات الامنية اللي شنو الصور مال المتظاهرين دول مال الحكومه دول وين يروحون؟ احنا وراهم، صورهم ما صور عندهم. هسه تسمع حكاب
حسنكم انتم منو؟ قولوا كنا عراقيين. انتم منو؟ عراقيين. نعم نعم للعراق. نعم للعراق. نعم نعم للعراق. بس اسمح لنا نعمل واجب. وعليكم السلام. نطالب من حيدر العبادي بإقالة مدحة المحمود. ثاني مرة يطلعون مدحة المحمود بصلاة الجمعة، يعني اللي يقولوا له مدحة اصلاح القضاء من هو؟ مدحة المحمود مدحة مريدة، مدحة مريدة. انت زلمة شايب، عيب عليك، استحي ولا كبرت حتى عقلك خراف. ايش فهمك بالقضاء؟ اطلع كافع وفل غيرك، صار لك 10 سنين يعني شي ساكت على المالكي؟ وبعدين ساكت على المالكي؟ طلع شو سويت لحد الان؟ منو سويت لك علي ربع قضاء؟ انت مدحة المحمود روح صليك ركعتين، بابك كبرت عيب كافي، استحى على نفسك، قضاء فاشل والله. رحمة لوالديك. مدحة المحمود كمسين نايم على الميز، العبادي خلي طلع لنا مدحة المحمود ماشيين عليه الله ومحمد. مدحة المحمود نايم. نطالب عبادي بإقالة مدحة المحمود والفاسدين والمفسدين. ابن عمي وعليكم السلام، احنا شرطة اتحادية ذاب الله يخليك، ذابين على حقول علاس. المظاهرين طلعوا على مود نطلع هسه يقولون نعم. بطلونا صار لي سنتين اداوم وبنص الموت وبنص القتال على الاتحاديه نعم. على حقول علاس. ليش بطلوني؟ قال جرادهم من عندنا شهاده مال الابتدائيه بدايه التعيين قبل سنتين هاي نعم. لو تطلع 10 اوراق زين، 10 اوراق منين اجيب؟ لو عندي 10 اوراق شلون تروح تعين؟ جبت الشهاده من مريد التزوير مال الابتدائيه، هسه طلعوها علي من وراء المتظاهرين، ذبوها براس المتظاهرين. زين انا بالبرلمان رحمه لامك مال ابتدائيه، مال ابتدائيه احنا عددنا خير من الله، هاي كلهم الولد ذول ورا صورهم بعدهم صورهم بعد. هي مال ابتدائيه، لا تاكل لا تشرب، لا عليها مخصصات لا عليها راتب، مجرد تقرا وتكتب. زين انت عايف هاي الفوق اللي بزورين البرلمان تجي علينا؟ انا اروح بايحه، صار لي 3 سنوات اقاتل بجبال عمرين وروح بايحه، تجينا هسه ابتدائيه تقول لي؟ زين الرتبه اللي اعطاكم اياها الرتبه لحد الان شرطي 3 سنوات صار لنا لحد الان شرطي. زين انت تقرا وتكتب؟ اقرا واكتب. اي اي انا اقرا واكتب. بعد ليش هذا شالوها؟ بعد كودا مال ابتدائي عندنا تزوير سويناه غصبا علينا، احنا عندنا مال خامس ابتدائي فسويناها مال بعد. شو مزور انا؟ هي ابتدائيه اصلها لا تاكل اشرب بالدوله، انا ما مسوي شيء يهتك البلد، مسوي شيء يخدم البلد. انا اقاتل بجبال حمرين، متعلم من العماره راح اقاتل بجبال حمرين بعد، وروح بايحه وهسه تجيني يقول لي على مود الخير الشهاده؟ بس مسلمينهم بيد الله ان شاء الله. نطالب قناتكم قناتكم رحم الله والديك. شو تحب توصلوا الرساله فيكم؟ ان نوصلها لمحمد الغضبان نعم، او القائد الشرطه الاتحاديه والمفتش العام. زين ليش ما طلعوها من البدايه؟ ليش هسه من قبه العالم تعلقوها بينا؟ زين انت عايف البرلمانيين وعايف هاي المفسدين كلها جاي علي، انا القاعده قاتل هناك نايم بتشوت كل 21 يوم انزل لي 7 ايام لو 6 ايام. يا ابن عمي نطالب فريق جوده قائد الشرطه الاتحاديه يهتم بشغلتنا، واحنا فرقه الخامسه لواء دياله، فرقه الخامسه لواء 20. احمد الله والديك مشكورين. احمد الله والديك. أول شيء إصلاح القضاء نعم. يعني البلد ما ينصلح إذا ما انصلح القضاء أكيد. وهو سبب فساد القضاء هو مدحة المحمود نعم. لأنه كل إنسان يبقى بهالفترة هاي معناته عدة شغلات خارجية، فنحن نريد إقالته 100%. وبالنسبة للوزراء لما الوزير يقيلون وزارته مو يجيب الوزير لك فاسد،
احنا نريد الوزاره يجي بها انسان نزيه، يعني يطلعون وزاره ويشكلون وزاره وخوياها ويجيبون حسين الشهرستاني. حسين الشهرستاني هو احد رؤساء الفساد. شو مع التغيير الجذري؟ هي ودوله مدنيه. دوله مدنيه ان شاء الله. والله قناة الرشيد والبغدادية درجة أولى بالتغطية الإعلامية. سلام فيك. مصطلح مؤدب لسرقة جهود الآخرين. الآن أرى حضرتك، حتى حضرتك وكل الموجود الآن عانى معاناة الحار، عانى معاناة السير على أقدام كيلوات، والآن يجي شخص آخر والآن أنا ناشط مدني. شنو معنى ناشط مدني؟ كل المظاهرين الآن هم نشطاء مدنيين، فعليه استبدال هذه المفردة. وأنا أسمي نفسي أو أحد المتظاهرين، أنا واحد من الملايين المتظاهرين. وسؤالك الآن عن مطالبنا الآن، لا نريد أقوال بلا أفعال، يعني أقوال موجودة نعم، لكن وين الفعل؟ وين التحقيق؟ وين حكي بس؟ إحنا من يقول أن التظاهرة ستتحول إلى مظاهرة غير سلمية، هذا ما نبقى، ستبقى مظاهراتنا سلمية، وسنبقى كل جمعة. هذا دليل حماية المتظاهرين. أعزائي المشاهدين، كما شاهدتم طائرات القوات الجيش العراقي الوطني تؤمن التظاهر الآن التي من الآن تستهداف حماسا وإشراقا للجنة. نعم، كما ذكرت حضرتك هذه الحماية لهذه الحشود التي جاءت للسلم وللتغيير ومحاربة الفساد. نحن ليس بصدد محاربة الفساد، نحن بصدد القضاء على الفساد. لذلك ندعم وبقوة السيد العبادي ونشد على يده أن يتخذ قراراته بسرعة التنفيذ. بعدين انه مجلس النواب من يجي يعين رئيس وزراء ايضا ينطي شهر يكون وزراء. نحن سنعلن من الساحة مرشحين للوزارات المحاصصة خط احمر، التحزبية خط احمر، لكن هناك محاصصة مفروضة علينا، وهذه احنا جميعا نأيدها، محاصصة المحافظات. العراق واحد، العراق عبارة عن محافظات. انا اذا اجي اختار من بغداد، لا انا اجي اختار، اكو خيارات عندنا لحد الان وده نشتغل عليها، وهناك اسماء ستطرح وترشح من الساحة. وأكرر حديثي إلى السيد العبادي أن وراك هذه الجماهير كلها، ونحن معك اليوم وغدا، وهذه المظاهرات مستمرة جمعة جمعتين، لا في حسبان الحكومة العراقية أو رأس الهرم أنها ستقف، بالعكس ستزيد.
نحن الان نختلف عن الجمعه السابقه، والجمعه السابقه تختلف عن الجمعه اللي قبلها. نعم. والله الرشيد يعني غنيه عن التعليم، بالعكس يعني بالمناسبه انا ما اعرف انه سالتني هذا السؤال. ذاك اليوم والله احنا نسولف فيه، اكو جميع العراقيين التجار والسياسيين الان عنده فلوس يطلعها وين؟ يطلعها برا. لكن انا اعتقد استاذ سعد عاصم الجنابي هذا الوحيد العراقي اللي جاب فلوسه من 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 الخارج دخلها الى العراق. والله انتم نزهاء بهذا الطريقه، وانتم حقيقه احنا ما نريد نسمي مسميات، يعني هناك بعض القنوات تحاول ان تسرق جهود الاخرين وان تجير التظاهره إلها. الحقيقه امام يعني من خلال قناتكم الى كل الشعب العراقي، ليس هناك جهه مسؤوله عن التظاهر، وليس هناك جهه يعني هي اللي تفرض ارادتها علينا، بل هذه اراده الشعب، والشعب بعد ضغوط كبيره من الحكومه اضطرنا نحن ان نطلع، والطلعه عفويه بدون اي تنسيق وبدون اي تنظيم وبدون اي، ولا يوجد قيادي ولا ناشط مدني ان يقود ما نلحق. الكل هؤلاء ساهموا فيها، ونحن باقون وسنبقي ان شاء الله الى ان يتم التصحيح. أرسلها الجيش العراقي متمثلا بسلاح طيران الجيش التي تريد ان تقول لنا ولكل المتظاهرين بان ما زال نفس القوات المسلحه العراقيه مع الشعب العراقي ومع مطالبه. اليوم القائد العام للقوات المسلحه قال كلمته، والمرجعيه قال كلمه، نحن مع الشارع العراقي. واليوم هذه الجماعه التي تنادي بالمدنيه قالت المرجعيه نعم نبغي دوله مدنيه ولا نبغي دوله تتصارع بها الاحزاب والكتل، وبالتالي هذه اشاره طيبه وايجابيه من ضباط وسلاح طيران الجيش العراقي تقول نحن ها هنا، نحن معكم، نحن سنبقى داعمين لكل مطالب الجماهير. اليوم شو الرشيد عبر التقنيات الخاصه؟
اولا لنكن صريحين، هي لم تكن هذه التغطيه الاولى. دعني اتذكر معك مدير الاخبار اولا في تظاهرات 25 شباط عندما كنت اتواجد في الساحه انذاك، قد ضحى بقدمه وهو يتزاحم مع المتظاهرين حتى يستطيع ان ياخذ حديثا او لقطه ممكن ان تكون مؤثره للجماهير. وقد استمرت تغطيه الرشيد من عام 2011 الى هذه الساعه ولم تنقطع يوما عن حس الجماهير ولا التلاحم معهم، وبالتالي هي الوسطيه والموضوعيه ولم تخرج مثل ما خرجت بعض القنوات الاعلاميه وكانت تتماس مع بعض الاحزاب والكتل الواصله في الدوله، وبالتالي سجلت لها ان تكون موضوعيه وعلميه. هذا المشهد الذي تبقيه الجماهير اليوم، الجماهير العراقية المحتشدة اليوم، الطيارون العراقيون يستعرضون لحماية هذه الحشود المليونية. يعني هم صاروا 13 سنه يضحكون علينا، ويأخذون ولدهم هناك
والحشد جاي قاعد ما تتغاب ومنه كله قصور مليار. اليوم المرجعية كانت أرجو لأن التغطية تكون ليست مؤامرات لكن لازم معرفتها الداعش. أكيد كل أكو حشد مدني هذا موجود قدامك هالشباب هذا والحشد العسكر هناك جاي قاتل الدواعش. أكيد وإحنا طالب نطالب الحكومة يا خلينا ما نريد البرلمان هم جايين. رسالتي لا دكتور حيدر العبادة قل المرجع بس قل له يا معود حلهم بس حلهم يا أخي بس أدوا عنه والله العظيم آخر جمعة اليوم والله الجمعة الثانية والله العظيم كل نبي الحد حاضر بين الجماهير نبي الحد إيه نرحب بها طبعا حاسب الأخيرة ما اريد اي سيس للحساب اريد عادل اريد كفاءات العراق تطلع ناشد الدكتور العبادي اخذ ثمره من هاي المتحدث ثمره واحنا معك المرجعيه والشعب ان شاء الله الرشيد صباح هذا الصوت في الجيش بالمناسبه اربع سنوات كذا روح الله يعزك قناه الرشيد كل شيء ما انطوه اقول عليكم السلام باسمي وباسم تجمع او تنسيقيات الروابط الادبيه والثقافيه في شارع المتنفي انا الشاعر حيدر المهدور ناطق باسمها بتخريج منهاج المجاريع والروابط الشعريه من افضل هذا الداعي وطالب واقول يا ايها القضاة يا ملح البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد اذا الملح فسد فاقول لهم لا يعقل ان لا يكون هنالك قاضيا واحدا في العراق عادل انتخبوا هذا لرئاسة القضاء الأعلى وانتخبوا هذا لرئاسة المحكمة الاتحادية لا أقول فلان أو فلان لكن هناك معايير يجب وضعها أول معيار أن لا يكون مزدوج الجنسية يجب أن يكون عراقي الجنسية فقط ثانيا يجب أن تكون خدمته لا تقل عن 20 عاما في المحاكم العراقية حصرا نعم نحن نقول أن في ذلك الوقت في عهد النظام البائد المقبول كان هناك عجب اشوف الساحة ماكو اعلام موجودين موجودين يعني نقل مباشر ماكو سيارات ما نقل ماكو لا ماكو نقل تسجيل هيك جبانية شفت الجسر شلون مسيجي
موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف
موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني